قتلتها قدرتها على تصنيع قنبلة نووية رخيصة، سمير موسى. في منتصف آب مطلع خمسينيات القرن العشرين، لقيت العالمة المصرية سمير موسى مصرعها في حادث سيارة بمدينة كاليفورنيا الأمريكية. وفي ظروف مماثلة لمصرع سمير موسى، توفي أيضاً العالم المصري سمير نجيب بعدها بخمس عشرة سنة بعد أن أبدى نبوغاً كبيراً في أبحاثه النووية في الولايات المتحدة. انهالت عليه العروض المادية لتطوير أبحاثه في أمريكا، ولما رفضها في منتصف حزيران من عام 1980، عثر على عالم الذرة المصري يحيى المشد مهشم الرأس في غرفته بالعاصمة الفرنسية باريس. يعتقد أن الموساد اغتاله لقيادته البرنامج النووي العراقي. وقتل في الإسكندرية العالم المصري سعيد السيد بدير في حادث غامض في منتصف شهر تموز من عام 1989. كان يعرف أنه ملاحق فهرب من ألمانيا لمصر بعد تهديدات بالقتل لأبحاثه في مجال الاتصال بالأقمار الصناعية. هم وغيرهم مئات من العلماء العراقيين قتلوا بعد سقوط بغداد وقبلها في مطلع الألفية الثانية، ومثلهم كثير من جنسيات عربية. لكن ما قصة أولاهم سمير موسى؟ استهداف علماء مصريين نبغوا في العلوم ذات الصلة العسكرية بحوادث مدبرة أمر لم يعد مستغربا في الشارع المصري. أول من انتبه المصريون على قصة ابنتهم سمير موسى العالمة المصرية التي قتلت في عام 1952، لقيت مصرعها في حادث سيارة بمدينة كاليفورنيا الأمريكية. قبل عودة سمير موسى المقررة إلى مصر بأيام، سقطت السيارة التي كانت تقلها من ارتفاع نحو 40 قدماً. اتهامات لاحقت فنانة مصرية يهودية مرتبطة بجهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد، لكن كالعادة لا تقوم الدولة العربية بأي شيء لمعرفة ما جرى حقا. موسى تخصصت في الأبحاث النووية وهي الأولى عربيا في هذا المضمار، بل إنها أسهمت في تأسيس هيئة الطاقة الذرية في مصر. بدأت قصة سمير موسى عندما أدرك والدها نبوغتها وهي ما زالت طفلة، المولودة في قرية سنبو الكبرى التابعة لمركز زفتة في محافظة الغربية عام 1917. أصر والدها على الانتقال مع أسرته إلى القاهرة لدعم نبوغة ابنته، فدرست هناك حتى حصلت على شهادة من كلية العلوم في جامعة القاهرة. سميرة موسى كانت أول فتاة تحصل على المركز الأول في الشهادة الثانوية عام 1935، وهي أول معيدة في كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حالياً. ولأنها كذلك لم تكتفي بالشهادات من مصر، التحقت ببريطانيا لتحصل منها على شهادة الدكتوراه في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة. وهناك وهي ما زالت طالبة توصلت لمعادلة يمكن بها تصنيع القنبلة النووية بتفتيت المعادن الرخيصة، وهنا بدأ الخطر يلتف حول رقبتها. أسست هيئة الطاقة الذرية بعد ثلاثة أشهر من احتلال فلسطين عام 1948، والهدف امتلاك مصر قنبلة ذرية. إلى الولايات المتحدة سافرت للدراسة في جامعة أوكرج في ولاية تينيسي، وهناك أجرت أبحاثاً بمعامل جامعة سان لويس في ولاية ميزوري. وعندما عرض عليها الأمريكيون البقاء رفضت، فجعل القدر رفضها شهادة وفاتها. في الخامس عشر من آب 1952 تلقت موسى دعوة لزيارة معامل نووية في ولاية كاليفورنيا، وفي طريقها ظهرت سيارة نقل لتصدم سيارتها وتطيح بها في واد عميق. لم يكن حادث سير، الهندي سائق سيارتها كان قفز من السيارة واختفى، ولاحقا اكتشف أن الهندي هذا كان يحمل اسما مستعارا، وأن إدارة المفاعل لم ترسله لاصطحابها إليهم. قتلها الموساد. أما ارتباط قتلها بالفنانة المصرية اليهودية
راقية إبراهيم، فبدأ عندما رفضت سميرة عرض راقية البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال أبحاثها. حفيدة راقية اليهودية كانت تفخر لاحقاً وهي تقول إن جدتها تعاونت مع الاحتلال لاغتيال سميرة موسى، وأنها استغلت صداقتها مع سميرة موسى لقتلها.